فإن حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية. إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة الرجل وطيب معدن الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه ومدى حبه له وتشوقه إليه وحفاظه عليه. فالحر الكريم الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه ولو ببنت شفح. الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه لا قولا ولا فعلا ولا تخريبا ولا فسادا ولا إفسادا ولا انسياقا خلف دعوات الفوضى وجماعات الفتنة وأهل الشر. يقول الشاعر: بلدي بلدي وإن جرت علي عزيزة فما بالك وبلدك تعمل بما في وسعها لصالحك وصالح أهلها. يقول الشاعر: بلدي وإن جرت علي عزيزة أهلي وإن ضنوا علي كرام. ويقول الشاعر: قومي قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي. فإذا رميت أهلك ارتد السهم إليك، وإذا رميت وطنك ارتد السهم إليك. ولا يتطاول على وطنه إلا لئيم خسيس عميل خائن مأجور. ولا أتصور ولا يتصور عقل ولا عاقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يتطاول عليه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجورا، على حد قول الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري في القرن الماضي: ولقد رأى المستعمرون فرائسة جمع فريسة وهم المخدوعون بالمتطاولين. ولقد رأى المستعمرون فرائسة منا من داخلنا وألفوا كلب صيد سائبة. وكلب الصيد السائب هو الذي لا صاحب له ولا أهل له ولا مأوى له. ولقد رأى المستعمرون فرائسة منا وألفوا كلب صيد سائبة فتعهدوه أخذوه وربوه يسمونه حجما أو إعلاما بكل وسائلهم يضخمون الرويبضة فتعهدوه فراح طوع بنانهم يبرون أنيابا له ومخالبا مستأجرين يخربون بلادهم ويكافؤون على الخراب رواتبا. اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن جزاؤها شرعا أن تقطع. اليد التي تعمد إلى تخريب الوطن وترويع أبنائه الآمنين جزاؤها القطع، لأن الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.